أهلا بكم مشاهدين جريدة فيس بريس في هذا الموجز الإخباري. لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير مفجعة وقعت أمس الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 312 الرابطة بين مدينة خريبكة وبني ملال. تمكنت عناصر الفرقة السياحية لولاية أمن طنجة أمس الثلاثاء من توقيف شاب وفتاة في العشرينات من العمر، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. أما فيما يخص أحوال الطقس، فتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من داخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية والمنطقة الداخلية الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي. ورياضيا، فقد حسم نادي الهلال السعودي صفقة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، وقد توصل الفريق السعودي لاتفاق شبه نهائي مع إشبيلية لضم بونو مقابل 19 مليون يورو بموجب عقد يمتد ل3 مواسم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.